السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني الناس هذو اللي ينساو ولا يتناساون ولا يبغوا يكذبوا، يعني ما فهمناش علاش. انت قول الصح، قول الصح باللي هذا المدرب هو اللي رفض ناس ناجحين في التسيير، هو رفضهم. يعني نعرفوا شكون اللي رفض، نعرفوا اللي كان مور ليزار هو اللي رفض، هو اللي رفض الحاج محمد راوراوا. يعني هذا كان هذا المدرب وين خدم محامي عند الناس. انا على نقول لكم كاين العساس، كاين الخاين وكاين العساس. قلت لكم في 2020 قلت لكم كاين الخاين وكاين العساس تاعه، والحمد لله يا ربي خرجت والناس رقدت عليها. وين الشعب الجزائري دائما كان يطالب برحيل رئيس الاتحاديه السابق، طالبوا الشعب الجزائري خرج، هو قال لهم لا لا ما كاش، قال لهم هذا. وانا قلت لكم ونعاود لكم، قلت لكم ما غادي نديروا، قلت لكم قدام كاس افريقيا، قلت لكم ناس راهم باغيين يقعد كاس افريقيا تقعد الاسم تاع واحد، تلكم بالك غادي ما نديرو والو كاس افريقيا وما نديرو والو في كاس العالم، ما غاديش نروحو كاس العالم. وخرجت صح، خاطش كانوا مخطين لها، كانوا مخطين لها. وللاسف هذا البنادم هو اللي كان يسمع، يعني الناس احبابه كان معاهم يجمع الخاين والعساس، هو كان عساس وكان محامي. هاي نقولها لكم ونعاودها لكم، كان محامي تاع جماعة اللي كانوا يحوسوا على يقعد الاسم تاعهم كاس افريقيا. هذه هي حنا نسمعوا ناس كيفاش حنا هدرناها يا جماعة. ها شكون بصح يخرجوا لك ناس يقول لك دروك راهم دايرين شاف الدين عمارة. يا ودي شاف الدين عمارة هو قبلها، شاف الدين عمارة هو قبلها، هو هذا المدرب هو قبلها، قبله وقالوا لهم انا ندي صلاحيات، كاع صلاحيات عطت الدولة السلطة، عطات لهذا المدرب طاتو بطاقة بيضاء لازم تتفاهموا. هو ما كانش يهدر، هو النهار الأول بالك هدر معاه، من بعد رئيس الاتحادية قضب كاع الملفات، ملفات اللي كانوا اللي هو اللي عارف باللي كيما هذا المدرب كان عارف باللي كاين ملفات داي دراهم تحت الطابلة، عطاهم الشرطة القضائية وين فماك شعلت بيناتهم، شعلت بيناتهم. شاف الدين عمارة خدم باحترافية، هذا دار بطاقة البيضاء ولا يتحكم في كل. شاف الدين عمارة رئيس اتحادية يعني حاطينه صعيد، ناس راهم باغي يحصلوا في كل شيء، روحوا بوطوا بعيد، توما خباثة ما تهدروش الصح، وصيامكم حرام، صيامكم حرام، خاطش على ما راكمش تهدروا في الحقيقة. نهار اللي تهضروا الحقيقة نتسقمو، نهار اللي نهضروا الحقيقة المعيشة تولي مليحة. ما دامكم خبثاء، ما دامكم تكذبوا على 45 مليون، يا والله ما ديروا سعرة، ما ديروها شي، تقعدوا كيما هاكا، خاص تهضروا كذب. سيدنا آدم الشيطان خرجوا من الجنة، مي ربي قال له راني حذرتك من هذه الشجره، قال له يا ربي شتي الحاجه اللي سلكت سيدنا ادم، شتي الحاجه اللي سلكته، قال له يا ربي، قال له هذا حلف بيك، كذب بيك باسمك، قال له امنته. عمر بن الخطاب مبشر بالجنه، شاف خاين يخون، مي قال له والله ما خونت، قال له مكذب عيني ونامنك انت يا، قال له مين حلف بالله طلقه راح، ثم تكذبوا نورمال. سورة المنافقين أطول من سورة الكافرين، خافوا ربي. هذه اللي نقولها لكم، هذو الحقيقة. قولوا شكون هو المتسبب في هذه المشاكل، في هذه الفوضى اللي صرات، شكون هو هذا المدرب، هو المتسبب. إذا تبغوا الحقيقة، هذه الحقيقة أنا نقول لكم فيها، اسمعوا تشوف. لما تكلمنا هذه سمن على عسل، نعرفوا انه بعد رحيل رئيس الاتحاديه السابق المدرب جمال بلماضي
بعض الاسماء ارفضها جمال بلماضي انه يعمل معاها. ومن هذا هل من هذه النتائج هذا الشيء جاء عمارة شرف الدين. عمارة شرف الدين كان بموافقة جمال بلماضي. هنا تطرح علامة الاستفهام، لماذا ولات القطيعة لو فرضوا عمارة شرف الدين فرضوا رئيس الاتحاد الرياضي؟ هذا نمرود هذاك الصحابي، هذا ماهوش منافق. هذه الهضره نقول لكم وين تهدرها، ما هدرهاش اليوم. هذه الهضره هدرها في اكتوبر 2021 هدرها. هذا كلام خطير واش راك تقول؟ يعني رئيس مدرب الوطني يرفض، هو اللي يرفض الاسماء باش يكون رئاس اتحاد. انت ما على بالكش سنه 1962 ما كانش هذيك. انت ما على بالكش هو يحط رئيس الاتحاد رضوان. احنا رانا لما تحدثنا وقلنا لا يجب قطع الطريق على من يريد الترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هذه هي تخرجوها كي شافوا. اسمع كان اسم وليد صادي عن اسمع الناس على كاع على بالها باللي بعض لي كونديدا رفضهم الناخب الوطني جبل من الماضي. اسكي نورمال مي اس نورمال او با نورمال اون لا دي في هذاك الوقت سي با نورمال. مي اسمح لي رضوان سي كوم سا اون ا الشوا تاع شرف الدين نيتي با داكتواليتي على ليبوك، نيتي با داكتواليتي، سي اون كارت كو السلطات خرجوها كي شافوا باللي اونيتي دو بون باس. كان اسم وليد صادي عن طريق كانوا مغضوبين عليهم، ونحاول ونتروفي ان كونتر. كان مغضوبين عليهم المدرب هذا، ماشي الدوله طرحتهم، وهذا هذا المدرب هو اللي رفضهم هذا المدرب. هذه يكون على بالكم. هذا المدرب كنت تقول له على صايب يقول لك انا نكرهو، تقول له على تصوير يقول لك نكرهو، تقول له على عنتر يحيى يقول لك نكرهو ما يبغيهمش. ومن بعد وصاوا على وليد صادي باش ما يكونش، وصاوا على الحاج محمد راهو راه حتى عند الرئيس هضر في الحاج محمد، انت تهضر في الحاج، انت هضرت في الحاج عند الرئيس تاع الدوله ما تحتاجش، وهضرت كلام خطير عليه. حرام عليك، هو اللي قراك، هو اللي جابك هنايا، هو اللي وصاك، هو اللي جاب لك الدبلوم تاعك من السودان وتجي تهدر فيه. ربي كاين عدل الهيه كاينه، عماوك بالدراهم الله يحفظ ويستر. ومي فو الانسيدي فو دي لافيريتي، ونا تروفي حل وسط، سي صح، حل وسط بين السلطات وجمال بلماضي باسم شرف الدين. ولماذا لا نكون اسمح لي هذه هي اليوم ما تجيش ما يجوش ناس وحده اخرين يجيب دايروا بشرف الدين عماره ولا يعايروا من ولا لا قبله هو قبله هو قبله هو قال انا ما خاصنيش ولا الناس يهضروا يقول لك ما خاصناش كم ليسا عندنا مدرب 2019 قال لكم نجيب كوب دي موند ومن بعد درك عارفين راه ولا ياكل في الحشيش قسم له ساهله قسم له كي غادي يقابلوا كيما قابلوا في مصر طلقت قلتها لك مع اللي هدرتها الليله اللي هدرتها قلتها لك قلت لك يا ودي كوب ديموند كاليفيكاسيون كوب ديموند يقطعوا لك راسك يطير راك غلط لا عندنا معنا اللي تخمم انت ولي تخمم في الروتور انت المباراه تاع لالي ما خممتش فيها من 2019 وانت تهدر غير الروتور في البليده ماراكانا ولا بوكازينيو تيرا ماشي الانصار تيرا لاعبين هذوك تاع كاميرون فيك دي بروفيسيونيل تجيب له مدافع يضربو عند راسو يلعب لك نورمال تجيب له مدافع يلعب لك نورمال ما غادي تخوفو لا انت ما يخوفو حتى واحد كاش اللي غادي يخوفه دخل يلعب لك نورمال تجيب له مدافع فوق راسو خاص دي بروفيسيونيل لا انت بغيتي يردو فوق العواد ويجرو بيك شنقول لك اودي اللي بنقولو لك راه عند ربي راه وصل عند ربي انت حقار حقرت ناس ولات ما بغيتش تحشم دخلت روحك في امور لا تعنيك وقلتها لك قالك في مارس 2020 قلت يا ودي راك دخلت في روحك في امور لا تعنيك تشدك
شداك شداك بخرت بخرت بدروعك. انت ولي تقولهم لازم يدعموه، لازم يترشح يترشح في الفيفا، لازم يدعموه من ولي تجي تحل لي ستاد تحل لاكادي. انت اش دخلك؟ ديرلو في ديرلو في ديرلو في بيبليسيتي، ديرلو منو عارف اللي يجيبوا اللعابه ذوك اللي جا مساكين اللي كانوا يجيبوهم ويراهم كان يجيبوهم هذاك كان يجيبوهم وديرلو في بيبليسيتي ديرلو في رساله ويقول لك شاهد بوكا لاعبين برساله تاع كوتش خريه زبله بوكاء تاع زبل بوكاء تاع زبل. دخلتنا في حيطه ودي الله يجعل انت كاع ما تخرج منها. دخلتنا في نفق مظلم الله يجعل كاع ما تخرج منها ودي. اودي كيما بكيتنا ودي الله يبكيك ودي الله يجعل الدمعه كاع ما توخرش عليك ودي. هذه اللي نقولها لك. روح 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 يعطوك شاك ابيض سنين كيما تبغي في ليزيكيب. روح روح هيا ورونا ورونا غادي يكون غادي غادي تصرى لي حرب عالميه رابعه ماشي ثالثه. غادي تصرى لي حرب عالميه رابعه ماشي ثالثه.